الأول احنا كنا متابعين الصورة بس كده على الشاشة مرة تانية نرجعها، علشان أنا عايز أعرف بقى إيه الاختراع، يعني إيه اللي خدت عليه الجايزة، يعني حاجة ليها علاقة بالواقع الافتراضي، وطبعا ده يعني ده الموضة أو الصرع دلوقتي. تكنولوجيا العالم او الواقع الافتراضي دي حاجه جديده، العالم كله دلوقتي بيتجه ليها. صحيح. لانها رخيصه، اسهل في الديفلوبمنت او التكوين بتاعها، اقوى من حيث الامكانيات، بتديك امكانيات او قدرات اكتر بكتير تنفذها اكتر من اللابتوب. اللابتوب في النهايه برضو بيبقى ليه امكانيات واغلى في التكاليف، وان انت تبدا تعمل عليه البرامج اللي انت محتاجها كلها او الامكانيات اللي انت محتاجها كلها. فالعالم كله بيتجه ناحيه الاتجاه ده، او الواقع الافتراضي، تكنولوجيا الواقع الافتراضي. حتى المصانع في الصين والكلام ده كله بداوا يعملوا اجهزه رخيصه جدا عشان تبقى متاحه للاستخدام في السوق العالمي على طول. طيب ايه بقى تفاصيل النظاره بقى اللي هي بتوصلنا للواقع الافتراضي؟ الفكره الاول ان هو مش اختراع، يعني مش احنا اللي اخترعنا الواقع الافتراضي، مفهوم. طيب. بس احنا ممكن في عندنا ناس شاطرين جدا، يعني الحمد لله. احنا بنتكلم على الوسيله، على الاليه اللي بتدخلك للواقع الافتراضي. بالظبط. هي تكنولوجيا برمجه زي اي برمجه في الدنيا، بنعمل بيها الويب او المواقع، الويب سايتس الموجوده او اي برامج او كده، بس بنوع معين او باليه معينه بنتعلم تكنولوجيا جديده اتعلمتها. لازم تكون حاجه جديده عن اللي موجود، يعني الموجود واللي شغالين بيه دلوقتي. بالزبط. علشان تبقى متميز في الحته. بالظبط. يعني حاجه جديده او حاجه تديك قدرات جديده غير القدرات اللي موجوده عشان تبقى متميز في الحاجه دي، وحاجه قابله للتنفيذ، يعني للتطبيق العملي. ما يبقاش بالظبط ده بيبقى واحد يعني من اهم، ده اكيد من المعايير بقى، بس من اهم الافكار او من اهم الحاجات اللي بيحطونا تحت التقييم في المسابقات دي. ان احنا يبقى الافكار اللي احنا اخترناها دي تبقى تحت حيز التنفيذ، تقدر تنفذها في خلال من 24 ل 36 ساعه اللي هي بتبقى وقت المسابقه، لان انت بتفضل صاحي طول الوقت ده تنفذ بس البروجكت اللي انت شغال عليه ده، او المشروع اللي انت اخترت الفكره وبتشتغل عليه ده. بتاخد وقت يعني ساعه او ساعتين او ثلاث ساعات ممكن تنامهم، بس طول الفتره دي بتبقى شغال على المشروع ده. طب بقول لك ايه، طبعا احنا مش كلنا عندنا من العلم والخبره في موضوع البرمجيات وادخل ازاي، بس الشباب اللي زيك، وفي كتير شباب قوي في مصر مهتمين بمساله البرمجيات والسوفت وير والحاجات اللي هي بتعملوها دي ما شاء الله، فممكن تشرح انت حتى الحته الفنيه دي شويه، اللي يفهمها يفهمها ويتابعها، واحنا نجتهد برضه بفهمها. خلاص تمام. دلوقتي فنيا بقى العالم دلوقتي بيتجه، او التكنولوجيات اللي موجوده واحده بتتعمل عن طريق فيسبوك اللي هي الاوكلس اللي هي انا متصور بيها، في تكنولوجيا ثانيه عن طريق جوجل، وفي واحده ثالثه عن طريق سامسونج. التكنولوجيا بقى اللي بتستخدم في تطوير البرامج اللي هتتعرض على الحاجات دي بتبقى بتدور حول حاجه من الحاجات اللي انا هقولها دي، زي مثلا الاندرويد. تكنولوجيا الاندرويد بقى فيه دلوقتي لايبريريز جاهزه او مكتبات بيستخدموها المطورين ان هم يستخدموا يكتبوا لانجويج او كود يتحول لتكنولوجيا الواقع الافتراضي دي. وبرده اوكلوس عامله برده اس دي كي او ديفلوبمنت كيت عشان تقدر تديفلوب عليها وكده، والجيم انجنز كمان او محركات عمل الالعاب دلوقتي فيها الواقع الافتراضي، لان مجال الالعاب كمان بيتحول دلوقتي للواقع الافتراضي كمان. الحاجات بقى اللي انت تفضلت وشرحتها كلها دي دي موجوده في المنهج، يعني في اللي انت بتدرسه، ولا دي يعني اجتهادات منك، شغل، حاجه بتحبها فبتبدع فيها؟ هو للاسف لا، يعني احنا في المناهج الدراسيه عندنا لا تماما ما فيش اي حاجه. هي كل الموضوع ان احنا بندرس في الكليه داخل جدران الكليه مقدمه عن البرمجه. المقدمه دي غير كافيه ان انا اعمل اي برودكت للنهايه، ودي مشكله كبيره. بس المشكله دي مش بتواجهنا احنا بس كجماعه في مصر، يعني بتواجه معظم جامعات العالم، وده اللي الناس كلها في العالم بتبص دلوقتي ان هم يلغوا فكره التعليم الجامعي النظامي في المجالات دي بالذات. لانه المجال بيتطور بسرعه جدا، لدرجه انه في اساتذه جامعيين مش بيبقوا قادرين يواكبوا التطور ده. فعايز الطالب نفسه يعتمد بقى على ان هو يعتمد على نفسه في البحث ويدور ويشوف ايه الجديد. بالزبط. ويبقى ابديت دايما. دي كمان دلوقتي مهاره اساسيه، ان انت تدور ازاي وتتعلم الجديد ازاي، وتحاول تشوف انت بتقدر تعمل كام تكنولوجي او تشتغل كام تكنولوجي جنب بعض عشان تجذب انظار شركه كبيره ان هي تعينك.